تمام. طيب هنا المسألة دي مديني cash flow diagram وبيقول لي find the value of x in the diagram below that would make the equivalent present worth of the cash equals to $22,000 والinterest rate is 13% per year. يعني ده cash flow diagram بيبتدي من عندي year 2 وعندي بعد كده مبلغ annual ومبلغ single payment تاني عندي year 11، وبيقول لي ان ال present worth، يعني هو لما حسب ال present بتاع ال transactions دي كلها، لما حول كل ال transactions اللي هنا عندي year 0 طلعت له 22,000 واتجاه سهم لفوق. عايز يعرف الاكس كان المفروض تبقى كام. يبقى انا هشتغل في المسألة دي كأني بحسب الـ present worth بتاع الـ cash flow diagram وأساويه ب 22,000، فيبقى أنا كده عندي equation فيها unknown واحد اللي هو الـ x أقدر أحسبه وأطلع المبلغ. طيب تعالوا نشوف. بص هو رسم لي كده كده الـ cash flow diagram، فأنا مش محتاج إن أنا أرسمه تاني. فاقدر بقى اقول ان انا عندي ادي 22,000 اللي هي البريزنت ايكوالز. تعالوا نشوف بقى احنا هنحسب ازاي البريزنت وورث بتاع الكلام ده كله. عندي اول حاجة وال 22,000 دي سهلة لفوق، يبقى انا هعتبرها بوزيتيف لان فلوس دخلت. نيجي بعد كده عندي سنجل بيمنت عندي يير 2 عبارة عن اكس اتجاهها لتحت، يبقى دي هقول عليها ماينس اكس. تمام. طيب انا عايز احولها من يير 2 لحد يير 0، فبالنسبة لي عندي يير 2 بقى اسمها فيوتشر. ليه؟ لان هي جت بعد 0. طب هو شرط ان اللي عند 0 يبقى هو اللي اسمه بريزنت؟ لا مش شرط، على حسب طبيعة المسألة. ما انا ممكن اكون عايز انقل ترانزاكشن من مثلا من يير 0 لير ماينس 7، يبقى ساعتها مين اللي هيبقى بريزنت؟ يير ماينس 7، والفيوتشر هيبقى هو 0. ليه؟ لان 0 جت بعد ماينس 7. فانا هنا دلوقتي عندي 2 جت بعد 0، يبقى المبلغ اللي هو اكس ده فيوتشر وانا عايز احوله للبريزنت. فلما باجي اضربه في فاكتور بسمي الفاكتور بتاعي الريكوايرد اوفر الجيفن. ايه الريكوايرد بتاعي؟ الـ present over ايه الـ given بتاعي؟ الـ future. والـ factor اسمه مش بيتغير تماما، يعني ده factor بيتضرب في رقم، فمفيش حاجة اسمها، لأن في ناس بتتلخبط ويقول مثلا ايه أنا هضربه في factor P given X مثلا. لا ما اسمهاش كده، هي اسمها P given الـ F أيا كان هتتضرب في ايه. فعندي P given F وعندي الـ I equals 13% وعندي ال n equals كام؟ يبقى انا نقلتها من year 2 ل year 0 يبقى 2 minus 0 يبقى ال n equals 2. في اي مشكلة كده في التحويلة بتاعة ال x ل year 0؟ تمام. هو اه حضرتك بتكتب مع حاجة في الإجابة، نعم حضرتك بتكتب الإجابة في حاجة، لأن هو مش باين غير البي دي إف بس بتاع الشيت. بجد؟ اه ايه ده؟ وانتوا سايبيني كل ده بهري على الفاضي؟ طب استني كده ثواني. اوكي كده ظهرت؟ اه تمام. طيب بصوا عليها كده في دقيقة ونشوف بعد كده لو حد عنده سؤال يسأل. هو سؤالي ان الدكتور ما كانتش بتكتب الماينس، يعني كانت بتقول ان هو يعني هو الفرق بيبقى في الكونسبت بس، يعني تمام. بص خليني اقول لك على حاجه. دلوقتي الفكره كلها ان احنا
اغلب المسائل اللي احنا هنتعرض لها في الايكونومي هتلاقي دايما ان هي ماشيه في نفس الاتجاه، يعني كلها فلوس بتدفع او كلها فلوس بتتاخد، كلها سهم لفوق او لتحت، فساعتها ما بتفرقش البوزيتيف من النيجاتيف. بس لما يبقى عندي مساله فيها اسهم باتجاهات مختلفه، لا لازم احط البوزيتيف والنيجاتيف والا الارقام هتضرب. تمام، اوكي، ميرسي. العب باشمهندس كده خلاص الناتج النهائي ولا في حاجة عاملها تاني؟ انا كل، لا انا لسه، انا كل اللي عملته ان انا خدت الترانزاكشن دي بس نقلتها عند يير زيرو، لسه فاضل لي دول كلهم وفاضل لي السنجل بيمنت الاخيره. تمام. تمام. طيب فانا كده نقلت الترانزاكشن اللي هي الاكس، عندي برضو سنجل بيمنت 5x، هتعامل معاها بنفس الطريقه بالظبط، هقول بقى بلس عشان دي سهم لفوق 5x، وهضربها برضو فاكتور. انا عندي دي عند يير 11 وانا عايز اوديها لير 0، يبقى دي بالنسبه لي فيوتشر، انا عايز احولها لبريزنت، يبقى هضربها في الفاكتور اللي اسمه بي جيفن الاف، وعندي الاي ايكوالز 13% والان ايكوالز، انا بنقل من يير 11 لير 0، يبقى 11 ماينس 0 ب 11. تمام؟ في أي مشكلة في النقل الترانزاكشن بتاعة 5x؟ تمام. طيب فاضل بقى عندي المبلغ الانيوال، مبلغ بيتكرر كل سنة، مبلغ ثابت بنسميه A، يعني بياخد السيمبل بتاع حرف ال A، وعندي ثابت وبيتكرر من year 3 لحد year 9، أنا عايز أنقله لير 0. احنا خدنا ان انا الانيوال بقدر يا اما احوله لبريزنت يا اما احوله لفيوتشر. لو حولته لبريزنت هيجي قبل اول مره بسنه، لو حولته لفيوتشر هيجي عند اخر سنه. فاحنا هنقول مثلا ان انا هحوله لبريزنت الاول، فهقول بلس، انا عندي الالف اللي هي المبلغ الانيوال تايمز، انا عندي ده annual وعايز احوله لبريزنت، required over given، يبقى p given ال a، وعندي ال i equals 13%، وعندي ال n equals كام بقى؟ ال n في حالة الانيوال، لو انا عندي انيوال بحوله لبريزنت او فيوتشر او بريزنت او فيوتشر وعايز احوله لانيوال، يبقى انا بعمل ايه؟ بعد عدد المرات اللي انا دفعت او كسبت فيها الفلوس، هي دي الان، يعني انا دفعت من 3 لحد 9، يبقى انا 1 2 3 4 5 6 7، انا عندي 7 اسهم، فيبقى انا اقدر اقول ان ال n equals 7. فعشان ما تلخبطش انا بعد بحاجه من الاثنين، يا اما بعد عدد الاسهم بايدي، ودي انا بشوفها اضمن طريقه عشان ما نتلخبطش في القصه دي، يا اما تبقى اخر سنه ماينس اول سنه بلس 1، يعني انا عندي الانيوال اتكرر من يير 3 لحد يير 9، يبقى انا بالتالي ال n بتساوي 9 ماينس 3 ب 6 بلس 1 ب 7، يبقى انا كده ده ال annual اتحول عندي ل present. تمام؟ في اي مشكلة، في اي سؤال لحد دلوقتي؟ تمام. المشكلة بقى في ايه؟ دلوقتي انا لما حولت الانيوال الالف ده لبريزنت، هل ده جالي عند يير زيرو؟ لا، ده احنا اتفقنا ان هو بيجي لي قبل اخر مره بسنه، فيبقى هو كده بقى بريزنت او اتحول من انيوال بيمنت لسنجل بيمنت عند يير 2، بس انا عايز اساسا يبقى بريزنت عند يير زيرو، فهعمل ايه؟ هعتبر كل الحسبه اللي انا حسبتها دي اهي
كل ده سنجل بيمنت. الألف في بي جيفن الاي دي كلها سنجل بيمنت عندي يير 2 وانا عايز احولها لير 0، فيبقى خلاص الموضوع سهل. هقول ان كل الكلام ده هضربه في الفاكتور برضو اللي هو بي جيفن الاف، وعندي الاي ايكوالز 13%، وعندي الان ايكوالز 2 لان بنقل من 2 ل 0. يبقى خلاص، يبقى انا كده حولت ده لسنجل بيمنت عند يير 2، وبالفاكتور ده نقلته من يير 2 لحد يير 0، فانا كده ايه طلعت البريزنت وورث بتاعه. يبقى انا كده حسبت البريزنت وورث بتاع الاكس لوحدها، بتاع الانيوال اللي ب 1000 لوحده، بتاع ال5 اكس لوحدها. في اي مشكله في الكلام ده؟ مين عنده سؤال؟ نعم؟ ليه خدناه عند يير 2 مش عند يير 1؟ مش المفروض ان هو بعدها بسنة؟ لا، هو المقارنة بتبقى مع الانيوال نفسه. يعني الانيوال نفسه من يير 3 لحد يير 9، يبقى انا البريزنت بيجي لي قبل اول مرة بسنة، فانا بما ان اول مرة في الانيوال كانت 3 يبقى البريزنت هيجي لي عند 2. وصل لك تمام ولا ايه؟ مين تاني عنده سؤال؟ تمام. طيب انا كده بقى عندي equation فيها مجموعة factors وفيها x. يبقى انا الخطوة الجاية ان انا عايز احسب الفاكتورز بتاعتي. خدنا ان احنا عندنا طريقتين نحسب بيهم الفاكتورز. الطريقة الاولانية والاسهل بالنسبة لي اللي هي الانترست تيبلز، ان انا عندي كل الفاكتورز مكتوبة في جدول. ادي هنا مثلا ده سامبل بيج لل 0.25%، كل صفحة ليها برسنتج، يعني هنا 0.25، هنا 0.5، هنا 0.75، 1 1.25 وهكذا. فانا بقلب لحد ما اوصل للانترست ريت اللي انا عايزها، let's say 1%، وهلاقي عندي اسامي الفاكتورز كلها ايه، f given p، p given f، a given f وهكذا لحد ايه الاخر. وعندي الفاليوز بتاعه ال n من 1 لحد 480. فعلى حسب المساله بتاعتي بشوف، انا مثلا بشوف انا عندي فاكتور p given ال f، مثلا عندي i 1% وعندي فاكتور p given ال f و n equal 10. خلاص، يبقى انا بشوف ادي ال p given ال f اهي، وبنزل عند n equal 10 طلعت لي 0.9053. خلاص، يبقى انا هشيل الفاكتور اللي اسمه p given ال f و i equal 1% و n equal 10 واحط مكانها 0.9053 وهكذا. تمام؟ في اي مشكلة الكلام ده؟ باشمهندس نعم؟ هي لان مش كانت ب 13 في المسألة؟ الاي هي اللي ب 13 والان ليها ارقام، انا بدي بس اكزامبل دلوقتي. اكزامبل. تمام؟ طيب بس احنا في الاكزامبل هنروح للجدول رقم 13 صح؟ ايوه بالظبط كده. فهو زي ما الراجل ده قال لنا دلوقتي، احنا عندنا ادي الفاكتور مثلا اول فاكتور بي جيفن الاف واي ايكوال 13% وان ايكوالز 2. يبقى انا هاجي هنا اقلب لحد ما اوصل للصفحه بتاعت 13، ادي 10 11 12 14. هنا بقى عندي مشكله، مفيش الجدول بتاع ال 13، انا عندي يا دوب 12 وعندي 14. ايه الحل في الموضوع ده؟ حد يعرف؟
حد يقول لنا دلوقتي؟ نشوف عند ممكن. 12 بكام وعند 14 بكام ونقسمهم على الاثنين. لا ما ينفعش، دي بقى نقطة مهمة جدا، ما ينفعش أعمل interpolation في الفاكتورز بتاعت الايكونومي. تعرف ليه؟ ليه؟ عشان يعني عندك تخيل، يعني انا عايزك انت تساعدنا لو عندك اجابة للموضوع ده. عشان دي نسبة ودي نسبة ثانية، عشان دي ايه؟ نسبة ودي نسبة ثانية. لا ملهاش علاقة. طب حد تاني عنده اقتراح احنا هنعمل ايه في الحل؟ وبعد كده هرجع لك تاني نشوف السبب اللي يخلينا ما نقدرش نعمل انتربوليشن، او ان احنا يعني ناخد المتوسط او كده. نحسب عادي بالرولز مثلا. جميل، نحسب بالرولز، ده الحل اللي عندي. عندنا بدل ما نعوض بالفاكتورز دي على طول، هي كانت اساسا الفاكتورز دي محسوبة من الرول اهو، ان بي جيفن الاف بتساوي 1 اوفر 1 بلس اي باور ان، او اف جيفن بي 1 بلس اي باور ان، وهكذا، فاقدر اعوض فيها. طيب ده ما ادالكش هنت دلوقتي ايه ليه ما كانش ينفع اعمل انتربوليشن؟ لا مش واخد بالي يا باشمهندس. عشان الريليشن مش لينير. انت تقدر تعمل انتربوليشن عموما في حياتك بس للمعادلات اللي بتكون لينير من الدرجه الاولى، اللي هي الايكويشن الجراف بتاعها هيطلع ستريت لاين. هل ده يطلع ستريت لاين؟ ده لا 1 اوفر حاجه باور ان، فعشان كده ما ينفعش اشتغلها انتربوليشن. فالحل ان انا بعوض في الفاكتورز بتاعتي. فتعالى نشوف هنعمل ايه. يبقى انا هاجي دلوقتي ادي الفاكتورز وادي الحل اللي انا حله. انا خلاص طالما كتبت السطر ده انا ما بقتش محتاج ال اسمه ايه ده، ما بقتش محتاج الكاش فلو دايجرام في حاجه خلاص. فنشوف اول واحده بي جيفن اف، فين الايكويشن بتاعت بي جيفن اف؟ اهي 1 اوفر 1 بلس اي باور ان. فهاجي اقول دلوقتي ان ده هيتحل ازاي؟ هيتحل ب 1 اوفر open bracket 1 plus ال i ب 13%، يبقى انا بعوض عنها ب 0.13. ناخد بالنا كويس، ما بكتبش 13 بكتب 0.13، يبقى 0.13 و to the power n، ال n عندي بكام؟ ب 2، يبقى انا هعوض to the power 2. خلاص احسب الحسبه دي بره واقدر اطلع الاجابه بتاعتها بكام، فاقدر كده اعرف البي جيفن اف عندي بكام. طيب نيجي هنا، ده برضه بي جيفن اف واي 13% وان ايكوال 11، فاقدر اقول ان هي 1 اوفر 1 بلس 0.13 تو ذا باور 11. عندي هنا بي جيفن ايه، فين الرول بتاعتها؟ اهي 1 بلس اي باور ان ماينس 1 مش عارف ايه. الكلام ده كله طبعا ما بيتحفظش، احنا بيجي لنا في الامتحان جيفن الفاكتورز والجداول، واحنا بس كل المجهود اللي علينا ان احنا نحول ونطلع الفاكتور المظبوط اللي احنا عايزين نعوض فيه. تمام؟ طيب فهنقول هنا مثلا 1 بلس 0.13 to the power الان عندي بكام هنا في البي جيفن ايه؟ ب 7، يبقى to the power 7 minus 1 over 0.13 1 plus 0.13 power 7، واحسب كل فاكتور لوحده، ويبقى انا كده خلاص بقى الانون الوحيد اللي عندي هو الاكس، فهعوض عنها واطلع الاكس تطلع لي بكام. مكتوب عندي هنا الفاينل انسر تطلع لي ب 35620. تمام،
في أي مشكلة في الحل ده؟ طيب تعالوا نفكر في المسألة دي برضو بطريقة مختلفة. مين ما اشتغلش معانا المرة اللي فاتت؟ أنا مش فاكر. كلنا اشتغلنا. مارتينا أنت اشتغلتي معانا التوتوريال اللي فات؟ لا يا باشمهندس، طيب ممكن تساعدينا في المسألة دي؟ عايزين بس نعمل فيها تغيير دلوقتي، تغيير صغير جدا، ان احنا لما حلينا المسألة دي اخدنا الانيوال اللي هو ب 1000 حولناه لبريزنت، بعد كده رجعناه لير زيرو. طب انا عايز اعمل العكس، عايز احوله فيوتشر الاول وبعدين ارجعه عند يير زيرو. تقدري تساعدينا في ده يا مارتينا؟ هو I think إن احنا نعكس الحاجة، يعني مثلا اللي هي 1 على 1 plus 0.13 على 2، هنعكسها تبقى 1 plus 0.13 على square، ولا ايه؟ لا بصي، لا احنا دلوقتي هنسيب الاكس، احنا هنرجع، احنا في الاخر بنطلع نفس الحل دلوقتي، عايزين نودي كله للبريزنت عادي. تمام؟ ولا اقول لك تعالي نفكر طريقة تانية يا مارتينا، تعالي نحول كله للفيوتشر. يعني انسي ال 22000 وعايز احسب الفيوتشر بتاع الكلام ده عند يير 11 يطلع كام؟ تقدري تساعدينا فيها؟ تمام. طيب قولي لنا بقى، هناخد برضو كل ترانزاكشن لوحدها ونشوف هنعمل فيها ايه. عندي اول واحده هنا الماينس اكس، هنعمل فيها ايه؟ يبقى ماينس اكس ايوه بس given ال b ايوه i equals 13 ايوه و n هتبقى من 11 minus 2، ولا ايوه هتبقى ايوه تبقى كام؟ هتبقى 9. تمام، حلو جدا. تمام، ادي كده الماينس اكس. الفايف اكس هنعمل فيها ايه؟ هتبقى بلس 5 اكس ايوه في بي في اف جيفن بي ماشي. اي ايكوال 13 ها و ان بقى دي مش عارفاها الصراحة. I think ان احنا مش هنحطها، ولا هي هتبقى اصلا ال f؟ ما هي الفكرة، انت عايزة تنقلي، احنا عايزينها فيوتشر عند يير كام؟ future عند 11 واحنا في يير كام؟ واحنا 5x عند يير كام؟ 11. 11. يبقى انا كنت احط n equal 0، اوكي. اللي هي حتى لو انا حطيتها بالمنظر ده، لو فاكرة الفاكتورز، لو انا عوضت f given ال p و a و n equal 0 هتطلع لي بكام؟ اف جيفن بي هتطلع ب1. بون بالظبط، يبقى هو نفس الرقم. فلا، هي طالما عندي يير 11 يبقى انا هسيبها في مكانها واجمعها من غير اي فاكتورز خلاص، لان هي اوريدي موجوده عند نفس السنه. تمام. تمام، طيب ادي 5x. نيجي بقى للانيوال اللي ب 1000، هنعمل فيه ايه؟ يبقى انيو ال 1000 ايوه، فاللي هو ال F given ال A تمام، في I equal 13 في N equal ايوه 7. n equal 7 بالظبط. اوكي، وتبقى بي اف بعد كده قولي بقى بي، اللي هي ال اف given ال بي بقى ايوه f given p تمام، في equal 13 و i equal 13%. تمام، هي الان ايكوال دو تيجي منها منين؟ معلش، حلو، نفكر واحدة واحدة. دلوقتي أنا لما ضربت ال 1000 في F given ال A، يبقى أنا حولت ال 1000 لسنجل بيمنت عند سنة معينة، صح؟ اوكي.
حلو، فين بقى الألف في F given ال A؟ ده single payment عند year كام؟ عند year اللي هو ال 2 اللي هي قبلها بسنة ولا ايه؟ لا احنا قلنا البريزنت قبل اخر، البريزنت قبل اول مره بسنه، الفيوتشر عند اخر سنه. عند اخر سنة؟ اه لا معلش، ممكن حضرتك تقولها تاني عشان مفهمتهاش الحتة دي. تاني، البريزنت بيجي لي قبل اول ترانزاكشن في الانيوال بسنه، يعني احنا اول ترانزاكشن في الانيوال كان 3، يبقى انا البريزنت عشان كده جالي فين؟ عند عند 2. 2، عند 2 مش عند 3. اوكي يعني انا فاهمة الحتة دي. الانيوال اول مره في 3 يبقى البريزنت جالي عند 2، تمام، الفيوتشر بيجي عند اخر سنه في الانيوال، آخر يبقى سنة يعني. ايوه يعني هيجي عند 9 صح حلو كده؟ قوي، يبقى بالظبط، يبقى الفيوتشر عندي عند 9، يبقى ال 1000 في F given ال A ده عند year 9، تمام وانا عايز انقله من 9 ل year 11، يبقى هضربه في F given ال P، وال N equals كام؟ n equal 11 minus 9 لما هي هتبقى 2 يعني. ايوه بالظبط، يبقى N equals 2. ممتاز جدا، في كده حاجة تانية ناقصة ما حاولناهاش؟ لا ما اظنش. تمام، حلو جدا، شكرا يا مارتينا. في حد عنده سؤال كده في المسألة بالطريقة المختلفة، ازاي ان انا لو حولتها لفيوتشر؟ تمام، فانا بقدر العب، الميزة بقى ان انا اقدر العب في الكاش فلو دايجرام زي ما انا عايز، طالما ان انا فاهم الفاكتورز وفاهم بشتغل بيها ازاي. يعني خلينا برضو نبص على اكزامبل تاني، مش اكزامبل، نبص على نفس الحل اللي هو الاولاني اللي احنا حليناه ده، ننسى الجزء بتاع الماينس اكس، خلاص ماينس اكس في الفاكتور بتاعها، وبلس 5x في الفاكتور بتاعها، لا سوري، خلينا نقول ان احنا هنحط ال 5x في الفاكتور بتاعه، تمام؟ وبعدين الماينس اكس مش دي جات لي عند يير، هي اساسا عند يير 2، والبريزنت بتاع الانيوال ده اوريدي برضو عند يير 2، يبقى انا اقدر اقول ان انا عندي بلس اوبن براكت ماينس اكس بلس 1000 في بي جيفن ال A y equal 13% و n equals 7. ما هم الاثنين دول سواء الماينس اكس او الالف في بي جيفن ال A، هم الاثنين عند يير 2، فاقدر اجمعهم او اطرحهم عادي، فاقول ماينس اكس بس الكلام ده، والاثنين دول مع بعض مضروبين في بي جيفن ال F و i equal 13% و n equals 2، صح كده؟ ده اوبشن انا اقدر اشتغل عليه. طب اقدر اعمل ايه تاني؟ اقدر العب في المساله ازاي؟ ممكن احسب فيوتشر وارجع اوديها بريزنت عادي جدا، انا حر، اقدر اقول 22000 بتساوي 5x في الفاكتور بتاعها وماينس اكس في الفاكتور بتاعها. نيجي بقى للجزء بتاع الانيوال، ممكن احوله لفيوتشر وبعدين ارجعه لبريزنت عادي جدا، فاقدر اقول بلس 1000 في سوري في F given A و I equals 13% و N equals 7. زي ما مارتينا قالت لنا ال 1000 في F given ال A بتتحول ل single payment عند year 9، وأنا عايز أرجعها لل present فأضربها في P given ال F وعندي I equals 13% وعندي N equals 9. طيب اقدر اعمل ايه تاني؟ فاكرين الفيوتشر اللي احنا حسبناه هنا ده لما وديت كل الترانزاكشنز اساسا للفيوتشر عند يير 11؟ انا ممكن اسمي ده مثلا ان هو فيوتشر 11، فاقول ان ال 22000 بتساوي فيوتشر 11 اللي احنا حسبناه ده تايمز بي جيفن الاف واي ايكوالز 13% و n equals
الى كل الاوبشنز دي هتطلع لي نفس الحل في الاخر، لان انا طالما شغال بالفاكتورز اقدر انقل الترانزاكشنز والعب بيها زي ما انا عايز من اي سنه لاي سنه تانيه. تمام؟ في حد عنده اي مشكله؟ حد عنده سؤال في الموضوع ده؟ تمام، اشكركم جدا، والمره الجايه ان شاء الله هنبتدي نشتغل على مسائل اكتر ونطبق اكتر على الموضوع ده عشان نفهمه احسن. شكرا. شكرا يا باشمهندس.